الدرس رقم 39، حل المشكلات، رقم 1، المرجع في كتاب التلميذ، صفحة 70. معناها هذه الصفحة وقد أنجزناها بالفيديو. أتمرن. ما هو وزن محفظة أيمن عندما يضع فيها كل أدواته التي تظهر في الصورة المقابلة؟ لاحظ أن هناك 5 أقلام. هذا التمرين فيه مشكلة. هذا 15 جرام، هل هي وزن القلم الواحد أو وزن كل الأقلام؟ حسب هذه الملاحظة 15 جرام، هناك 5، معناتها كل قلم وزنه 3 جرام. 3 جرام قلم، لا ندري أي نوع من الأقلام. هذه أقلام ملونة، هناك أقلام ملونة صغيرة وزنها 3 جرام. هذا القلم، هذا القلم وزنه 5 جرام. 5 جرام. هذا قلم فيه ريشة وزنه 5 جرام، خفيف. إذن 15 جرام للقلم الواحد، 15 جرام للقلم الواحد. إذن سنجيب ونقول نفرض أن، هذه في الرياضيات نجعلها كذا، نفرض أن وزن القلم الواحد هو 15 جرام، لأنه لو يكون 3 جرام، 3 جرام قليلة، خصوصا مع هذه الملاحظة. لاحظ أن هناك 5 أقلام. أراد أن يقول وزن القلم الواحد 15 جرام. لو لم يقل هذه الملاحظة لكان لنا كلام آخر. في الرياضيات نفعل هكذا، نفرض أن وزن القلم الواحد هو 15 جرام. ما هو وزن محفظة أيمن عندما يضع فيها؟ إذن هناك المحفظة، هناك المحفظة، هناك المحفظة يضع فيها كراس وكتاب ولوحة ومسطرة و5 أقلام. و5 أقلام. إذن وزن المحفظة هو هذا، وهذا وزنه، والكتاب، وهذا وزن الكتاب الأول، وزن الكتاب الثاني، والكتاب الأصفر، والمسطرة، وأهم شيء الأقلام. الأقلام، هذا وزن القلم الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. إذن العملية عملية جمع، نجمع. العملية عملية جمع، نجمع هذه الأوزان. 15 و15 30، و30 60 70 75، 30 60 70 75، 75. إذن وزن المحفظة نتأكد 1200 للمحفظة، انتهينا منها. 125، 125، 125، 135، 35، و75 اللي هو وزن كل الأقلام. بالآلة الحاسبة 1200. إذن بالآلة الحاسبة نجد 1695. ونقول الجواب، وزن محفظة أيمن عندما يضع فيها كل أدواته التي تظهر في الصورة المقابلة هو 1695 جرام. فقط ملاحظة، هنا نستطيع الحساب شفويا. هنا لاحظ معي، هنا الحساب نستطيع الحساب شفويا ذهنيا. لاحظ 1000
ومئتان، ثلاثمائة، أربعمائة، خمسمائة، ستمائة، وعشرة. وعشرة مع هذه خمسون، العشرة وخمسون ستون، ستمائة وثلاثون تسعون، خمسة وتسعون، ألف وستمائة وخمسة وتسعون. إذا لم تفهم ما قلته لا بأس، احسب بالآلة الحاسبة أو احسب الآحاد تحت الآحاد تحت الآحاد. الآحاد الخمسة والخمسة عشرة، زائد خمسة والعشرة عشرون، خمسة وعشرون. خمسة ونحتفظ باثنان، اثنان أربعة ستة تسعة، اثنا عشر تسعة عشر. أكتب تسعة واحتفظ بالواحد، واحد زائد اثنان، ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة والواحد هنا زائد لا شيء واحد. ليس هذا موضوعنا اليوم، موضوعنا اليوم ليس هو عملية الجمع، اجمع بالآلة الحاسبة أو ذهنيا أو كيفما شئت. انتهى التمرين الأول، التمرين الأول انتهى. التمرين الثاني، ما هو الفرق بالكيلومتر بين طولي المسارين الأخضر والأحمر؟ المسار الأخضر والمسار الأحمر. المسافة بين قسنطينة وغردايا، قسنطينة وغردايا هي 733 كيلومتر. قسنطينة وغردايا. المسافة بين الجزائر وبشار، الجزائر وبشار، الجزائر وبشار هي بين بشار ووهران، وهران والجزائر. الفرق بين المسارين معناها العدد الذي أجده هنا، العدد الذي هناك خطأ مطبعي، لا يريدون أن يقولوا قسنطينة لأن قسنطينة وغردايا، قسنطينة وغردايا هي 733، أرادوا أن يقولوا بين غردايا والجزائر. بصراحة هذه الوثيقة فيها مشكلتين، فيها الخطأ المطبعي، هذا خطأ مطبعي، ليست قسنطينة الجزائر. لماذا؟ لأن السؤال الأول هذا، هذا السؤال الأول هو طول المسار الأخضر، الأخضر ماذا يساوي؟ غردايا قسنطينة، قسنطينة الجزائر. غردايا قسنطينة نضعها هنا، وقسنطينة الجزائر نضعها هنا. والمسار الأحمر بشار وهران، وهران الجزائر، بشار وهران، وهران الجزائر، فنجد الجزائر بشار. والفرق بين المسارين الأخضر والأحمر الذي نجده هنا والذي نجده هنا، هذا أول خطأ مطبعي سنصححه. وهناك مشكلة لا تعجبني، لاحظ الوثيقة هذه، كيف تقرأ هذا العدد؟ هذا العدد كيف تقرأه؟ المسافة بين وهران والجزائر كيف تقرأه؟ هذه الأربعة 425، لا تكتب هكذا الأربعة، المفروض تكتب بنفس الخط وبنفس الحجم، هناك مشكلة. وهنا كذلك مشكلة، الأربعة غير واضحة جدا، 431. إذا الكتابة هنا 431 وهنا 425. إذا المسار الأحمر، المسار الأحمر هو بشار وهران، وهران الجزائر. والمسار الأخضر هو غردايا قسنطينة، قسنطينة الجزائر. إذا الفكرة ما هي؟ الفكرة هي هكذا، لاحظ جيدا، هنا طول، طول، طول المسار، طول المسار الأخضر، طول المسار الأخضر. وهنا وهنا طول المسار، طول المسار الأحمر، طول المسار الأحمر.
وهذه ليست قسنطين، هذه الجزائر، هذه الجزائر. إذن طول المسار الأخضر، طول المسار الأخضر وطول المسار الأحمر، إذن طول المسار الأخضر وطول المسار الأحمر، ثم نقول الفرق بين المسارين، الفرق بين المسارين. إذا ما المسافة بين الجزائر وغردايا؟ الجزائر وغردايا، الجزائر وغردايا، ماذا نحسب؟ نحسب الحق هنا في المسافة بين غردايا والجزائر. غردايا والجزائر هي 733 كيلومتر، 733 كيلومتر، 733 كيلومتر، ثم 431 كيلومتر، 431 كيلومتر. والمسافة بين الجزائر وبشار، الجزائر هنا وبشار هنا، إذن هي المسافة بين بشار ووهران، المسافة بين الجزائر وبشار، بشار ووهران، والمسافة بين وهران والجزائر، المسافة بين وهران والجزائر. إذن ما هو الفرق بالكيلومتر بين طولي المسارين الأخضر والأحمر؟ معناه نبحث عن طول المسار الأخضر، ثم نبحث عن مسار الأحمر، عن طول المسار الأحمر، ثم ننظر من هو الأكبر ونحدد الفرق. نبدأ بالمسار الأخضر. المسار الأخضر هو غردايا قسنطينة 733، قسنطينة الجزائر 431. المجموع بالآلة الحاسبة 1164. الأخضر حسبناه، نحسب طول المسار الأحمر، بشار وهران، بشار وهران 658، وهران الجزائر 425. بالآلة الحاسبة نجد هذا العدد. من هو الأكبر، هذا العدد أو هذا العدد؟ أحد عشرات مئات ألاف، الألاف تساوي الألاف. ننتقل إلى المرتبة الأخرى، مرتبة المئات، المئات واحد والمئات صفر، إذا هذا أكبر من هذا، معنى هذا العدد ناقص هذا العدد يساوي هذا العدد، 81 كيلومتر. إذن الجواب الفرق بالكيلومتر بين طولي المسارين الأخضر والأحمر هو 81 كيلومتر، هو 81 كيلومتر. نجيب هكذا، الفرق بالكيلومتر بين طولي المسارين الأخضر والأحمر هو 81. ونجيب هكذا، المسافة بين الجزائر وغردايا، نصحح هنا ونكتب هكذا، المسافة بين الجزائر وبشار، الفرق بين المسارين، ونجيب هو 81. انتهى التمرين الثاني. التمرين الثالث، وصلت مريم إلى الملعب على الساعة 9 تماما، قامت بأربع دورات على مضمار ألعاب القوى الذي يبلغ طوله 400 متر، ثم غادرت الملعب على الساعة 10:30. في طريق عودتها اشترت علبة عصير ب85 دينار وقطعة شوكولاتة ب110 دينار. ما هي المسافة التي قطعتها أثناء التدريب؟ ما هو المبلغ الذي صرفته مريم؟ وصلت مريم إلى الملعب على الساعة 9،
وصلت على التاسعة. قامت بأربع دورات على مضمار ألعاب القوى الذي يبلغ طوله 400 متر. أربع دورات على مضمار بـ400 متر. غادرت على العاشرة والنصف. غادرت على العاشرة والنصف. في طريق عودتها اشترت كذا بكذا. اشترت بـ85 واشترت بـ110 دينار. هذا الجدول لخصنا فيه التمرين. نأتي للأسئلة. أول سؤال: ما هي المسافة التي قطعتها أثناء التدريب؟ من هي المعطيات التي تفيدنا؟ لا يفيدنا، تفيدنا، لا يفيدنا، يفيدنا. هذه المعطيات التي تفيدنا: أربع دورات، معناها هذا المضمار أربع مرات، 1، 2، 3، 4، 400 و 400، 800 و 800، 1600، 1600 متر. إذا المسافة التي قطعتها أثناء التدريب هي 400، الدورة الأولى، الدورة الثانية، الدورة الثالثة، الدورة الرابعة، 1600. المسافة التي قطعتها أثناء التدريب 1600 متر. ثم سأل: ما هو المبلغ الذي صرفته مريم؟ ثمن العصير والشوكولاتة 110 زائد 85، 195. المبلغ الذي صرفته مريم 195 دينار. لاحظ الآن ملاحظة: عندما أردنا الجواب على الأسئلة ماذا فعلنا؟ استخرجنا الأعداد من التمرين. عندنا أربع معلومات: المعلومة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. في هذا السؤال احتجنا إلى ماذا؟ احتجنا إلى هذه المعلومة فقط. وفي هذا السؤال ماذا احتجنا؟ احتجنا إلى هذه المعلومة فقط. معناه عندما كنا نجيب على هذا السؤال كانت تهمنا هذه المعلومة فقط، كانت تهمنا هذه المعلومة فقط. وعندما أردنا الجواب على هذا السؤال كانت تهمنا هذه المعلومة فقط. إذن نركز على المعلومات التي نحتاجها. إذا كنت هنا هذه وهذه وهذه غير ضرورية، وإذا كنت أجيب هنا هذه وهذه وهذه غير ضرورية لهذا الجواب. لاحظ ملاحظة أخرى: هناك أعداد لم نستعملها، هذا العدد لم نستعمله وهذا العدد لم نستعمله، لم يسأل عنه، ولهذا هناك أعداد في المسألة لا أستخدمها في الجواب لأنه لم يسأل عنها. أبحث: وزن كريم كذا كيلوغرام، ووزن سعاد كذا كيلوغرام. قالت لهما ليلى: الفرق بين وزني ووزن كل منكما 4 كيلوغرام، ما هو وزن ليلى؟ الفرق بين وزني ووزن كل منكما 4 كيلوغرام، ما هو وزن ليلى؟ إذن وزن كريم 31 كيلوغرام، وزن كريم 31 كيلوغرام، وزن سعاد 39 كيلوغرام. قالت لهما ليلى: الفرق بين وزني ووزن كل منكما 4 كيلوغرام. معناه ليلى في المنتصف. منتصف ماذا؟ 31 و39. كيف نجد المنتصف؟ 31 زائد 39 تقسيم 2، أو نمشي هكذا، أو نمشي هكذا: 1، 2، 3، 4، 1، 2، 3، 4. وزن ليلى 35 كيلوغرام. وتساوي 35، 39 أنقص لها 4، تساوي هكذا، 31 أضيف لها 4، تساوي هكذا. انتهت الصفحة 44.